ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا فراس الدليمي. أهلا بك فراس. إذا فراس، لو تضعنا في تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، وهل يبدو بأن الخطة تصاعدية تسير عفوا بوتيرة تصاعدية؟ نعم، بدأت الخطة الأمنية الخاصة بيوم الانتخابات منذ يوم السبت الماضي، حيث بدأت القوات الأمنية بالانتشار قرب المراكز الانتخابية وداخل المناطق أيضا، بداية لحماية هذه المراكز الانتخابية خوفا من حصول أي خرق أمني في يوم الانتخابات، وأيضا للمحافظة على المراكز الانتخابية وعدم دخول لربما شخصيات أو مسلحين تابعين لبعض الأحزاب والجهات المسلحة من أجل العبث بالأجهزة الخاصة بيوم الاقتراع. وبالتالي هناك يعني القوات الأمنية بدأت مبكرا هذه الخطة، وهي اليوم أيضا تحاول المحافظة على هذه المراكز وأمن هذه المراكز ووصول الناخبين في يوم الاقتراع أيضا بسلاسة إلى المراكز الانتخابية. لكن لربما إلى الآن هناك تساؤلات من قبل الجماهير العراقية أو الناخبين، إلى الآن لم يصدر أي بيان توضيحي من قبل وزارة الداخلية وقيادة العمليات على أنه هل سيكون هناك منع للتجوال في يوم الانتخاب، منع كامل أو جزئي، أو أصلا لا يكون هناك منع للتجوال. هذا حقيقة تساؤل يثار الآن، خصوصا أنه إذا ما حصل يعني منع للتجوال كامل فإنه يعني أيضا هناك مخاوف وقلق من قبل الناخب العراقي بأنه كيف سيستطيع أن يصل إلى مراكز الانتخاب خصوصا البعيدة. وهذا ينسحب على مناطق حزام بغداد بالتحديد فراس، هذا ينسحب على مناطق حزام بغداد بالتحديد. أيضا لو تضعنا في تفاصيل الانتشار الأمني الكبير في مناطق حزام بغداد. يعني القوات الأمنية انتشرت بشكل كبير في مناطق حزام بغداد بعد الهجوم الذي حصل في الطارمية وذهب ضحيته الكثير من يعني عدد من القتلى والجرحى حقيقة، يعني وخصوصا أنه داعش يعني قد أيضا هدد ب يعني شن هجمات في يوم الاقتراع على المراكز الانتخابية. اليوم هناك قلق من أهالي هذه المناطق، وهناك مطالبات بنفس الوقت من الحكومة العراقية والقوات الأمنية بتوفير الأمن اللازم لهم خصوصا في يوم الاقتراع من أجل الذهاب إلى مراكز الانتخاب. لكن إذا ما حصل منع للتجوال حقيقة في هذه المناطق، خصوصا أنه هذه المناطق الريفية ونائية، المراكز الانتخابية تكون بعيدة عن مناطق السكن، وبالتالي سوف يصعب وصول الناخبين والمواطنين إلى مراكز الاقتراع، وهذا يعني ربما يثير تساؤلات وقلق وخوف لدى أهالي هذه المناطق من أن يكون يعني هناك تعمد يعني حصول هذه الهجمات من أجل تخويف المواطنين وأهالي هذه المناطق وعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع. نعم، هل هناك من جديد فيما يتعلق بالخطة الأمنية الحالية التي وضعت لتأمين الانتخابات فراس؟ يعني هل ستستخدم ربما يعني الطائرات المروحية لتأمين الناخبين، مراكز الاقتراع كذلك، موظفي المفوضية؟ نعم حقيقة، يعني قبل قليل اتصلت بأحد المصادر الأمنية في وزارة الداخلية وأكد لي أن هناك ستكون 5 أطواق أمنية من مختلف صنوف القوات الأمنية، مكافحة الإرهاب وقوات الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والنجدة وأيضا الأمن الوطني، إضافة إلى أنه سيكون هناك غطاء جوي من قبل قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي، أيضا سيكون على مدار اليوم إلى أن تنتهي عملية الاختراع. وأيضا يعني ستكون هناك لربما يعني أطواق أمنية أخرى من أجل تأمين هذا اليوم الانتخابي، لأنه حقيقة هناك مخاوف وقلق من قبل المواطنين بأن لربما تحصل خروقات أمنية في هذا اليوم، خصوصا أنه هناك تنافس انتخابي، هناك جهات متنفذة سياسية لربما تحاول أيضا يعني العبث بهذا اليوم، خصوصا أنه البعض بدأ يروج لأن يكون هناك العدوى الفرز
يدوي وليس إلكتروني، وبالتالي هناك خوف من العبث بأجهزة العد الإلكترونية في المراكز الانتخابية. طيب فراس، يعني نقطة مهمة جدا تتعلق أيضا بخطة المفوضية، استعدادات المفوضية فيما يتعلق بتسهيل عملكم، تسهيل عمل الصحفيين الإعلاميين لنقل يعني ما سيحصل في يوم الانتخابات. نعم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد يعني أصدرت باجات خاصة للإعلاميين من أجل التنقل والحركة وسهولة الحركة في المراكز الاقتراعية حقيقة، لكن هناك مركز لربما هو الوحيد في بغداد وتحديدا في منطقة الجادرية، هذا سيكون خاص بالإعلاميين، أيضا قريب من رئاسة الجمهورية والمنطقة الخضراء، أغلب المسؤولين سيكونون يعني يصوتون هناك، وأيضا المواطنين سيحق لهم التصويت في هذا المركز، وأيضا القوات الأمنية التي سوف تسبق اقتراع المواطنين أيضا في هذا المركز، وبالتالي هناك تسهيلات من قبل مفوضية الانتخابات وأصدرت باجات خاصة للإعلاميين من أجل التنقل والحركة والتصوير في المراكز الانتخابية. أمس ذلك واضحا مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد فراس الدليمي، شكرا جزيلا لك فراس لانضمامك إلينا.